إذا ملخص اللي عملناه المرة الماضية يجينا حطينا specify initial أو starting pose وظن سميناه t initial أو t1 t1 هذا محدد بالكارتيجن سبيس وبعدين حددنا specify final point أو final pose وسميناه t2 بعدين find inverse kinematics for t1 خلينا نسميه سميناه q1 أظن وبعدين find inverse kinematics for t2 اللي هو بعطيني q2 هون طبعا بحط بين قوسين 6s 6s صار عندي الانيشال بوز بدلاله الكيو محدد والانيشال بوز بدلاله والفاينل بوز بدلاله كيو محدد اذا اتحرك من كيو 1 لكيو 2 اذا بلان بدنا نعمل تايم خلينا بس عشان ما ننسى نعمل تايم فيكتور او جنريت generate a time vector t فرضا حددناه احنا بحالتنا كان من 0 in 50 ملي سكند ستيبس لحد 2 سكندز ها بدنا generate a time vector صار عندي time vector موجود هلا هون generate trajectory in joint space from q1 to q2 in steps of إذا بدكم راح أحطه length of t كي ماشي الكل فاهم إيش يعني length of t t عبارة عن array يا إما row vector يا column vector حسب ما إحنا حددناها هون عدد الelements اللي فيها راح يعطيني عدد steps فبصير عندي الـ instruction اللي بنستعمله هو j trajectory وخليني أسمي هاي q j راح أسميها المرة ما راح أسميها q أحسميها Q in J space يعني trajectory تبعك J Q J trajectory راح أحركها من Q1 ل Q2 وعندي هون length of T هذا راح يعطيني إيش راح تطلع هذه QJ تذكروا إنه T هو vector يا إما رو يا كولوم واحد في 41 بيطلع هون أو 41 في 1 حسب ما بعمله transpose Q1 و Q2 هم poses مكونين لأنه هذا 6 degrees of freedom راح يكونوا 1 في 6 فراح أحطهم بلون ثاني أحطهم بلون ثاني تحت Q1 أو جنب Q1 راح أحط 1 في 6 و Q2 1 في 6 T1 4 في 4 T2 4 في 4 احنا هون بنستعمل الـ Icon Kinematics 6S اللي هي method on the class serial link وهنا نستعمل I Kinematics 6S بعدين عندي هذا في الحالة هاي راح يكون هم 41 فيا أما بكون 1 في 41 أو 41 في 1 حسب ما بعمله كولوم أو رو هلا هون بصير عندي length of t راح يكون scalar طبعا length of t scalar هلا هون راح يطلع معي QJ 41 راح يكون 41 في 6 فكيو جي من هون 41 في 6 فراح يكون عندي رو 6 اللي هو كيو 1 اخر رو 6 اللي هو كيو 2 وبينهم راح يكون كيوز كيو 1 2 3 4 5 لحد ما اوصل اوكي ماشي واضح راح يكون الزمن هيك بنزل وكل واحده من هذول هي جوينت فكيو جي راح يكون بهذا الشكل راح يكون عندي هون ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 لحد ثيتا 6 وهاي بتمثل Q1 وهاي بتمثل Q2 وهذا راح يكون في عندي هون 41 بوز كل واحد هذول بيمثل بوز وهذول مرتبطين بالزمن اللي هو 0.05.1.15 وهكذا اوكي لحد ما يطلع معي هيك هلا QJ بعدين خلص هلا صار عندي كيو جي هلا بامكاني احصل على اشياء مختلفه
في اوبشنال اوبشنالي ممكن اني احصل على هلا هون زي ما حكيت المره الماضيه مش المره اللي قبلها المره الماضيه انه هو راح يعمل تراجكتوري بلانينج راح يفترض الانيشال فيلوسيتي 0 والفاينل فيلوسيتي 0 فانت بامكاننا نعمل كيو جي كيو جي دي كيو جي دي دي هذول اوبشنال كانوا بس هم بيطلعوا بنعمل لهم جنريشن بس حتى يعطيني اياهم جي تراجكتوري كيو 1 كيو 2 لينث اوف تي فراح يطلع معي هون الجوينت اللي هي اوميجا اوميجا اي الفا اي ثيتا وعملنا لهم بلوتينج بقدر استعمل عليهم الكيو كيو بلوت اذا عملت كيو بلوت راح اعمل لهم بلوتينج تي مثلا كيو جي الى اخره ممكن اعمل بلوتينج تي كيو جي مضبوط هيك تي كيو جي طيب اذا هون هلا هذه هي البلان اللي هون البلان الثاني راح تكون راح نعمل بلوتينج بالكارتيجن سبيس قبل ما نترك هاي راح اعمل بلوتينج ل اكس واي ماشي في اسئله هذا اخر انستركشن مضبوط حط